بعدما كانت كل المؤشرات توحي بتوقيع وسط الميدان أمين قروي في مولودية الجزائر سهرة الخميس، تسارعت الأمور في بيت العميد بين إدارة حاج طالب والشقيق اللاعب قروي الذي يعتبر وكيل أعماله، إذ وضع شروطا جديدة على طاولة المفاوضات تتمثل في الحصول على تسبيق يقدر ب80% من إجمالي أجرة الموسم الأول، والتي تقدر ب350 مليون شهريا أو ما يعادل 2.8 مليار سنتيم، اشترطها شقيق قروي من أجل توقيعه في المولودية، إضافة إلى وضع بند جديد في العقد يتمثل في تسريح اللاعب مجانا في حال وصول عرض من فريق أوروبي، وهي الشروط التي رفضها الحاج طالب جملة وتفصيلا ليعلن إنهاء المفاوضات دون توقيع اللاعب. سيكون على موعد مع إدارة اتحاد العاصمة، خاصة أن ربو حداد سبق له أن أعلن عن تقديم عرض مغر للاعب وفاق سطيف.